مستغفر الشيخ المستغفر وهناك زيادة وليس بعد ذلك أن الإيمان حبة قلب. ومن المعروف أن الإيمان والإسلام المعاني التي إذا اجتمعت تفرق، إذا اجتمعت تفرق المعنى، اختلفت المعنى، وإذا افترقت تفرقت منهما على الأرض. قال الإيمان هنا المقصود به الإسلام وأن يصلي الحاجة. الإيمان المقصود هنا هو الاعتقاد الذي في القلب وفي الجنان، هذا واضح جدا ولا يعني لا إشكال في هذا المعنى، ولكن لعلك تقصد شيئا آخر وإن هذا أمر واضح. نعم نعم. أي إذا وصلت مرتبة المسلم إلى أنه لا ينكر المنكر حتى ولا بقلبه، فظاهر الحديث أنه ليس مؤمنا. لكن مع ذلك رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية تأويلا، فقال بأن المقصود هنا الإيمان الكامل، وأنا لم أرتاح لهذا التأويل.